نحن استندنا على معلومات مؤكدة من الأرض ومن مقربين من الكميم ومن قضية الكميم بدرجة أساسية. ما الواجب الآن لإنقاذ أبو زيد الكميم؟ اليوم من الواجب أن يتدخل العقلاء بدرجة أساسية، إضافة إلى المجتمع الدولي، ويجب أن تصعد قضية الكميم لأنها لم تعد قضية شخصية، لأنها قضية مرتبطة بفعل عام متعلقة بالمطالبة بحقوق المعلمين، وإسكات مثل هذا الصوت سوف يعطي رسالة سلبية لكافة اليمنيين أو أصحاب الحقوق بعدم التصدي لهذه الجماعة وعدم المطالبة بحقهم، لأنهم يخشون أن يكون مصيرهم كمصير الكوميم، خاصة في ظل تخلي المجتمع المدني والحكومي عنهم. يعني هنالك عدة مطالبات وأيضا وعود من النائب العام، هل ستلقى تجاوب؟ أقصد في الداخل، يعني في العاصمة صنعاء. إذا هنالك ضغط حتى في العاصمة صنعاء، يجب اليوم على نقابة المعلمين والمعلمين أن يتحركوا ويقفوا بجانب الكوميم من خلال مجموعة من الوقفات أمام مكتب النائب العام، الجهات المسؤولة في هذا الجانب، وتحويل هذه القضية إلى قضية رأي عام يسلط عليها الضوء من خلال المنظمات ومن خلال وسائل الإعلام. باعتقادي يمكن مثل هذا الأمر أن يدفع هذه الجماعة لمحاولة الخروج من هذا الضغط أو تحسين صورتها نوعا ما. كل القوانين تكفل المطالبة بالمرتب، يعني لم يقدموا على أي شيء، وخصوصا الشيخ أبو زيد الكميم. طبعا هذا حق مرتبط بحق قانوني وعقدي، بالتالي لا يجوز الانتقاص منه أو المساس به بمن مطلقا، يطالب به، صح؟ سواء نعم بمن يطالب به، لأن هذا الأمر حق قانوني، ومن المفترض أن الجهات العدلية والقضائية تتدخل لصالح المعلمين ومن يطالب بمثل هذه الحقوق. وأنت أشرت أستاذ توفيق إلى تدخل كل العقلاء وأيضا المنظمات المعنية بهذا الشأن وكل المعلمين وكل من لديه إنسانية لإيقاف هذه الجريمة. الأستاذ توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك.